قام محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بعدد من النزولات الميدانية دشن خلالها معرض الشهر الكريم، وافتتح المبنى التجاري الجديد التابع للمؤسسة الاقتصادية بمدينة المكلا، وتفقد سير العمل بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة، وكاد توجيهه بسرعة استكمال المبنى الجديد لإدارة الجوازات بالمكلا وتجهيزه رسميا منتصف شهر رمضان. بمشاركة القطاع الخاص والبيوت التجارية، يأتي تدشين السلطة المحلية بحضرموت لمعرض الشهر الكريم بالمكلا الذي تقيمه المؤسسة الاقتصادية لتوفير الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية بأسعار مناسبة والمساهمة الاقتصادية في السوق المحلي. نحن شفنا نسبة تخفيض كبيرة تصل أحيانا إلى 50% 40% متفاوتة. المؤسسة الاقتصادية بالتعاون مع مكتب التجارة والصناعة حريصين على مثل هذه الصالة دائما أو المعارض الرمضانية. محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة وجه خلال زيارته الميدانية بسرعة استكمال المبنى الجديد لإدارة الهجرة والجوازات والجنسية بمنطقة غرب الضيافة وتجهيز المبنى رسميا منتصف شهر رمضان المبارك، متعرفا على الأعمال الفنية التي طالت المبنى، وموجها كذلك بافتتاح فروع جديدة في المديريات المأهولة بالسكان للتخفيف عن المواطنين. وفي زيارة مفاجئة لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة، طلع خلالها المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، متفقدا الوضع في قسمي الطوارئ للرجال والنساء وغرفة العناية المركزة للمواليد وحديثي الولادة وقسم الأشعة، ومطلعا على سير عملية التدريب لطلاب التمريض والطب في أقسام ودوائر المشفى. وفي بروباغندا حكومية بحسب متابعين، تجول محافظ حضرموت في شوارع حي السلام بمدينة المكلا متبادلا التحية مع أبناء المدينة ومستمعا إلى احتياجاتهم وموجها بحلها بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للسلطة المحلية بالمحافظة.